على بعد 6 أميال من غابات الصنوبر والأراضي الزراعية في بحر البلطيق، بتوجد جزيرة غير أي جزيرة ممكن تسمع عنها، كينو، بتعتبر آخر مجتمع أمومي في أوروبا، والسبب إن فيها حوالي 300 نسمة كلهم تقريباً من النساء فقط. كينو هي إحدى جزر دولة استونيا واللي بتقع في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا، وبتبلغ مساحتها حوالي 7 أميال، بتعتبر سابع أكبر جزر استونيا واللي بتضم أكتر من 2000 جزيرة. بتشتهر نسائها بعمل كل شيء من أول الزراعة لحد الصيد، وبيقوموا بكل الأعمال الشاقة اللي المفروض إن الرجالة يعملوها، وبيعيشوا في وحدة تامة زي ما ذكر موقع هير وورلد. طب هما جم منين ولا إيه حكايتهم وسر الوحدة دي؟ الموضوع قديم حبتين، من أيام القرن الـ19 كان رجال الجزيرة معظم شهور السنة بيشتغلوا في الصيد في البحر، وبيسيبوا النساء يهتموا بكل حاجة من تعليم الأطفال لتنظيم الحياة الكنسية، وده فضل تقليد مستمر لحد النهاردة. كمان البنات والستات هناك ليهم تقاليد خاصة في اللبس محتفظين بيها من أيام زمان، بيلبسوا الحجاب والتنانير الحمراء مع أشكال الزهور والخطوط الملونة، واللي بتكون متجوزة بيكون في لبسها قماشة ملفوفة على وسطها بألوان معينة زي إشارة إنها اتجوزت. السيدة ماتاس واحدة من سيدات الجزيرة اللي بتحكي إنها متحمسة جداً علشان تحافظ على تراث الجزيرة، كمان بتدير بعض أماكن الإقامة مع عائلات في الجزيرة، وبتشتغل حارس المنارة ومرشدة سياحية، وقالت إن الزوار بينبهروا جداً خصوصاً إن الجزيرة هادية وموجودة في بحر البلطيق وحواليها غابات ومزارع بألوان جميلة. كمان من الحاجات المميزة بالجزيرة شكل البيوت، وهتلاقي شكل إطارات الأبواب والنوافذ واللوحات الجانبية باللون الأصفر المشمس، وأحياناً باللون الأزرق أو الأحمر. بتتفرش المطابخ باللون الأحمر الفاتح مع نقش زهور كبيرة باللونين الأصفر والأبيض.